السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده عايزين نعمل مع بعض ملايه الساري الهندي. طبعا الملايه دلوقتي عامله حوالي 500 جنيه، لكن احنا هنقدر نعملها بميزانيه التوفير. يعني ممكن تروح السوق تشتري قطعه قماش، اللي هو قماش برضو الملايات عادي بس موجود في الفضلات. فهي طبعا بدل ما تشتري المتر ب40 جنيه ومش عارف ايه، لا انت هتاخدي الحتة على بعضها بتوزنيها وهي في الاخر بتقولك السعر. يعني انا مثلا وزنت الحتة دي قالت لي عاملة 130 جنيه، رحت مدياها 100 قالت لي خلاص ماشي تمام كده. الحتة دي وزنتها كانت ساعتها عاملة كيلو ونص باين او حاجة زي كده. طبعا انا ماليش دعوة بالكيلوهات، انا عايزة الملاية 5 متر. فانا طبعا لما روحت قستها هي كان فيها جفوهات وعيوب، خدت مترين ونص الملاية تمام كده اهو، وهي طبعا شايفين الجفوهات اللي هي فيها ان هي فيها قطع زي كده. بس انا عاوزة يبقى عندي ملاية ساري هندي، هروح ادفع فيها 500 جنيه؟ لا، انا هعملها ومش هتكلفني الا حاجات بسيطة. زي بقى مثلا انا برضو لقيت كان عندي قطعة من الساري الهندي عاملة حوالي مترين، طبعا عملت معاها منها الستاره بتاعه البانيو معاكو، ودلوقتي بالقطعه اللي فايضه هعمل ايه؟ الملايه بتاعتنا تمام كده اهي. انا خدت القطعه دي بس كان فيها عيب اهو، انا شلت قدامكم العيب اهو، اللي هي الحته المقطوعه دي. هي ملهاش دعوه، هي بتوزنها زي ما تبقى، انت بتنقي الحته وهي توزنها لك. فاني سوق في سوق الخميس اللي في الكابلات تمام كده. يبقى انا دلوقتي معايا الملايه اهي، هقيسها كده اهي، ادي متر اتنين، ده الايه العرض بتاع السرير تمام كده. بالنسبه للطول الناحيه الثانيه ادي متر اتنين ونص تمام كده. يبقى الناحيه الملايه من ناحيه عامله مترين، ومن الناحية التانية عاملة مترين ونص كده. الملاية خلصت ونوديها على الايه كرسي الخياطة تمام كده. هاجي بقى هعمل كياس المخدات. المفروض كل واحد كياس المخدات بتاعته بتختلف عن التاني. في ناس سريرها مترين، في ناس سريرها زي كده 160، اللي هو السرير العادي يعني المعتاد عند كل الناس. فانت بتقدري كيس المخدة بتاعي ده كويس، خلاص انت بتقدري كده. لو انت عايزه تقيسيه هيبقى مثلا 80 سنتي. طبعا الحته دي طولها انا قايساها عامله معايا الطول عامل 160 طول تمام كده، عشان انا ده طول السرير بتاعي اهو. فانا هاخد قياس المخدات بالمنظر ده، لازم اظبطهم كده اهو تمام كده، واظبطهم من الناحيه الثانيه اهو. كده كيس المخده بتاعي المقاس ده كويس، اللي هو بيعمل حوالي 80 سنتي. شايفين في طول كام؟ في طول 160. هقص كيسين المخدات وارجع له. وهنا انا فصلت القطع القماش اللي هتيجي من كيسين المخدات، ودلوقتي هفصل معاكو الكيسين بالنص، يعني كل كيس على حدة لوحده اهو. بصوا من غير مقاسات ومن غير حسابات ولا اي حاجة، بالنظر كده هتجيبي شكل الخدادية بتاعتك، شكل الملاية، شكل كيس المخدة، حتى لو بالشبر تمام. يبقى انا عندي اهو ده كيس مخدة وده كيس مخدة تمام كده اهو، ده كيسين المخدات بتوعنا. ادي واحد اهو، وادي التاني معانا اهو. بصوا من قماشة ب100 جنيه هقدر اعمل ملاية الساري الهندي اهو، وادي كيس المخدة التاني. طيب الحتة اللي انا خدتها من كياس المخدات اهي تمام اهي، ممكن
الحتة اللي خدناها من كيس المخدات، تمام اهو اهي، هي كده هتبقى طول الخدادتين من الوش ماشي. وانا اصلها قطعة عشان اعملها لها اهي من الساري الهندي بتاعنا، ان انا هبروزها بيها بالمنظر ده ايه. تمام كده، ده كده الايه الوش بتاع الخدادية بتاعتنا بتاعت الايه الساري الهندي. بس انا عايزة اظبطها عشان حسها عريضة وفي نفس الوقت ملوحة، عايزة اظبطها اهو. وانتي برضو هتقيسي على خداديتك عشان تظبطي اكتر، لان طبعا المقاسات بتختلف من سرير لسرير، بس هي عموما الخدادية بتبقى الطول بتاعها واحد. تمام كده اهو، انا هاخد دي القطعة اللي هي هتبقى بالقلاب ماشي، يعني هي هتبقى كده. تمام كده، عايزة بقى اخد ماشي الايه القطع التانية. طبعا الحتة دي فيها بصوا فيها لوحة كده، لازم هطلع اللوحة دي عشان اظبط القماشة بتاعتي اهو. اي حتة ملوحة في القماشة لازم تعدليها عشان تريحك في الخياطة وانت بتخيطي. طبعا القطعة دي مجوزة اهي عشان ملوحة نفس اللوحة. تمام كده، هاجي بقى كده، انا ما قصيتش الناحية التانية انا قصيت فردة واحدة بس، بيتلخم قدام الكاميرا مش عارفة ليه. طيب اهو القطعة التانية اهي بتتقص. مالك يا حاجة تمام كده اهو. طيب انا هعمل ايه بقى، انت بتقيسي على الخدادية بتاعتك اهي، هقيس بقى من هنا لهنا اهو، دي وش الخدادية بتاعنا مثلا اهو، هاخد منها قطعتين اهو، القطعتين دول هما وش الخدادية اللي انا محتاجاه اهو. تمام كده، وابدأ ان انا ازود حتة طيب برضو عشان ما تجيش ملوحة معايا اهو، وابدأ اقص تمام كده اهو. يلا واجي بقى هنا، دي هروح اسماها اتنين عشان اشغلها للخدادية بتاعتنا. بحاول اهم من الشغل ضبط الشغل. تمام كده، كده دي اهو، دي ظهر مثلا الخدادية وده الوش، يبقى انا معايا قطعتين اهو. انا هعمل القطعة دي هحط فيها الساري الهندي بتاعنا اهي، بصوا هيبقى قدها بالظبط اهو، ولو في اي زيادة بشيلها من ايه من الاحراف. تمام كده، يبقى انا الساري الهندي هقسمه برضو معاكو، انا كنت بقسمه بعد ما بحطه على الخدادية بس عادي ممكن اقسمه معاكو، بس بحاول اظبط القماش لان انتوا عارفين الساري الهندي ده بيبقى من نوع من التل، فبيبقى ملوح شوية معاكي وانت بتخيطي اهو. هي مجرد الملاية ما تقصت خلاص. تمام كده، طيب معايا دلوقتي اهي ادي خدادية، هاخد بقى قطعة من الخدادية التانية معاها. ايه ده انا لسه ما قسمتهمش. طيب هنقسمها برضو اهو، طبعا انتوا عارفين ان انا مزودة في دي عشان دي فيها القلاب بتاعنا. تمام كده،
اهو واقسم كده، تمام كده القطعة بتاعتي اهي، وادي معاها السير الهندي اهو، واهم حاجة برضو تلضمي المكنة بنفس لون الايه الخيط. يبقى الخدادية بتاعتي هتبقى كام طبقة؟ 3 طبقات، السير الهندي والايه والطبقتين اللي تحت اهي. دي الطبقة اللي هحط عليها السير الهندي بتاعنا اهو، وهثبتها عليها وهخليها كأنها قطعة واحدة، تمام كده. وادي القطعة اللي فيها القلاب بتاعنا اهي، هحطها معاها. ويبقى احنا قصينا كيسين المخدات وقصينا الايه. هنيجي في الحتة بقى اللي معانا دي، بصوا اهي، ادي متر 2. انا دلوقتي هاخد اهو هقسمها بالنص معاكم، تمام كده. هنقسم السير الهندي بالنص عشان هاخده على اركبه على الملاية على طول. بحاول اظبطه اهو على بعضه، لان طبعا ده مغسول اهو. ده على فكرة انا جايباه من الفضلات، كان فضلات حاجات مصنع كده، وكانت الحتة مش عارفة عاملة باين يعني 60 جنيه او 70 جنيه، لكن هو مش في يعني عيوب ان هو في حتت سمرة كده من الايه من المصنع اهو. هبدأ بقى اقص الساري بتاعنا. طبعا انا خدت منه الستارة، القطعة اللي انا عملتها برقع لستارت البانيو اهو. بحاول ان انا اظبط على قد ما اقدر علشان يجي مظبوط معايا، تمام كده. هقصها بقى ونتقابل عند المكنة. وهنا بقى هبدأ احدد، انتوا عارفين القماش السادة ما بيبقاش واضح له قوي وش من ظهر، فاحنا هنحاول ان احنا نحدد له الايه الوش اهو. هبدأ ان انا اتني الملاية من كل الاطراف، تانية عادية خالص اهو، هتنيها من كل الاطراف. وبعدين هبدأ بقى احدد هنحط الساري فين بالظبط. وهنا بصوا انا حابه اوريكم وانا بثبت الخداديات على بعض بالساري طبعا بينهم اهو. هو القماشه اهي 3 طبقات اهو، بحاول ان انا اثبت اهو ال3 طبقات في اي وقت واحد كده. طبعا لسه هعمل دي، هتنيها كده، هديها المقدار بتاعها، ودي طبعا هتتني كده برضو، هتاخد الايه المعيار بتاعها. بس انا مش هوصل للاخر، انا بس عايزه اوريكم الفكره بتاعه تقفيل الخداديه اهو. بصوا انا ما قفلتهاش من الجنب ده عشان اوريها لكم وهي لسه مفتوحه. بصوا هيبقى شكلها عامل ازاي اهي، شايفين؟ شايفين شكل الملايه الخداديه بتاعتنا اهي. لسه بقى انا هتني الاطراف ديت وهكملها. وهنا بصوا انا بلزق القطعتين السير الهندي في بعض عشان اركبهم على الملايه. بصوا اهو، ممكن بقى اديها، انا معايا زياده، ممكن اديها كشكشه بسيطه كده عشان ما تبقاش مشدوده اهو. ممكن في الحاله دي بصوا بقى انا هتني السير الهندي من فوق اهو، واتنيه من الحروف اللي انا هخيطها طبعا في الايه في الملايه. بصوا الحرف عامل ازاي، لازم اتني الحرف كده عشان لما اجي اخيطه في الملايه ما يبقاش مشرشب الحرف اللي هو بدايه اللي انا هشبكه في الملايه. بصوا، لان انا مش عايزه الزقه في الملايه من تحت، انا عايزاه متحرك زي نظام كورنيش كده، ماشي. وهنا بصوا انا حطيت الملايه اهي من الحته اللي انا هنزلها دي، الكورنيش بقى اللي هو الساري الهندي. بصوا بحطه عليها كده وماشيه، بظبط من هنا وبظبط من هنا. ليه بقى؟ علشان تبقى بنحاول نظبطها، لان القماشه برضو تعتبر شبه ملوحه شويه، وبحاول ان انا اظبطها على قد ما اقدر.
بصوا بقى، بعد ما بمشي بشويه كده واروح مديه كسره كده عشان تريح الايه القماشه معايا، تمام كده. انا كنت عامله قبل كده معاكم الملايه الساري الهندي، بس عجبت بنتي اللي هي اللي لونها ازرق، فقلت خلاص انا هجيب اللون اللي هيبقى متوفر كقماشه يعني. اهو بصوا بصوا اهو، بحاول ان انا اثبت وامشي واظبط من هنا ومن هنا، يعني انا عايزه الايه الساري بتاعنا يبقى اطول من الكورنيش بتاع الملايه بشويه. اهو بحاول ان انا اظبطه واخليه يدي طول معايا شويه بشويه. اهو بصوا الفكره سهله وبسيطه قوي. وهنا طبعا انتوا معايا في اخر قطعه في الساري الهندي، عاوزه ان انا ازود فيها شويه علشان ما تبقاش برضو صغيره قوي وتبقى القماشه مشدوده او القماشه موجوده والساري خلص، فانا زودت شويه عشان اعمل يعني زي تانيه كده عريضه شويه على الحرف، تمام كده. اهو دي كده اخر قطعه في الايه في الساري على الملايه، تمام كده. اهو احاول ان انا اطبقها كده مره واتنين علشان ما تبقاش اهو بصوا، بحاول ان انا برضو اظبطها اهو. بصوا وهاجي بعمل الحرف دوت، انا ممكن ايه اتنيها، بس انا عايزاها بالزياده كده علشان ما تبقاش، بصوا لو انا قصيتها على قدها بالظبط ممكن تبقى القماشه اهي لكن الساري خلص، فاهمين فاهمين قصدي ايه؟ انا اقصد كده. وممكن انا ايه اروح تانيه برضو تانيه خفيفه كده اهو عشان اقفل القطعه الاخيره دي وما تبقاش برضو طالعه كده اهي، برضو بتنيها تانيه بالواسعه يعني مش في الضيق برضو، علشان انتوا عارفين الساري ده طول وبايه وبيمط بيروح ويجي، تمام كده. يبقى انا كده ركبت خلاص الكورنيش اللي هو الساري، تمام كده. هاخد بقى اكياس المخدات معانا ونشوف هنتنيها ازاي. وهنا انا حابه اوريكم ده كيس المخده، انا تنيت البق بتاعه تمام كده وحطيت عليه القطعه اللي فاضت من الكورنيش بتاعه الساري الهندي عشان يبقى كيس المخده كمان متطعم من نفس الفكره بتاعه الساري. طبعا انا خيطته من فوق وهخيطه من تحت لان طبعا مش هينفع يبقى متحرك كده، لازم اثبته على الحرف بتاع كيس المخده، تمام كده. هنا برضو حابه اوريكم انا دلوقتي بثبت الكبديه لانها طبعا مش معموله اوفر، فانا لما هثبتها كده مش هتبدا القماشه تسرد او اي حاجه اهو، والتثبيت ده طبعا بيخليها عمرها ما تتقطع ولا يجرالها اي حاجه، تمام كده. اهو بمشي مع الكبديه تثبيت من كل الاتجاهات، تمام كده. حبيت بس اوريكم حاجه، انا طبعا قفلت الخدادية اهو، طبعا القلاب بصوا هيبقى حته صغننه قوي فانا بعمل له وصله اهو زي ما انتم شايفين، القلاب بتاعنا بعمل له وصله علشان تكبر الدخله بتاعه الخدادية، تمام كده اهو. وممكن اعملها بطريقه تانيه طالما مش هعمل اوفر، انتوا عارفين ان انا عندي مكنه الاوفر، بس بوريكم طريقه ان انتوا حتى لو ما عندكوش اوفر تقدروا تتنوا بالطريقه دي. بصوا اهو عايزيننا لسه هنبدا من الاول اهو، تمام كده. هاخد الطرف ده على الطرف ده، الحته اللي انا بزودها اهي، بصوا وانا ماشيه كده بتنيها اهو، بس التانيه دي تبقى على الظهر، تمام كده اهو. وهخلص الخداديه بالمقاس اللي احنا عاملينه، طبعا كل واحده خداديتها بتختلف، في ناس خداديتها كبيره وفي ناس خداديتها صغننه، فانتي بتقيسي على خداديتك ملكيش دعوه بالمقاسات المعتاده اللي هي بتاعه الجاهز اهو. بصوا انا ماشيه مع الخداديه بتاعتي، تمام كده. بصوا الخداديه من جوه اهي، وادي القلاب بتاعها اهو. طبعا في الحاله دي هعمل ايه بقى؟ هتني الحرف بتاع القلاب ده اهو، تمام كده.
فهعمله هتنيه بقى من الناحية التانية دي. وهنا بقى انا حابة اوريكم كيس المخدة اهو، بصوا لما فاض الساري الهندي رحت عاملاه. طبعا الملاية الجاهزة ما فيهاش على المخدات اي حاجة، تمام كده. والحتة اللي فاضت التانية رحت عاملاها برضو الناحية التانية من كيس المخدة. بقى ده في شكل والتاني في شكل. هنروح بقى دلوقتي على الملاية بتاعتنا ونلبسها ونشوف الشكل النهائي عامل ايه. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين اهي، انا حابة اوريكم بس الايه الفكرة، ان انا عايزة الشكل العريض يبان مع الشكل العريض اللي زيه، تمام كده. انا هلبس بقى كيس المخدات والخدادات واوريكم. هنا بصوا بقى كيس الخدادية لما انا زودته كان هيبقى على قد الحتة دي، بس بصوا زودته طبعا اهو، بصوا لا يمكن تطلع ابدا، لان انا عملت لها اضافة تخلي بصوا المساحة جوه قد ايه، مش ملاية صغننة زي الملايات الجاهزة ولا اي حاجة، تمام كده. وابدأ بقى ان انا ارص. شايفين شكل السرير بتاعنا اهو، هرفع واوريكم. شايفين شكل السرير، وطبعا الايه المخدات اهي، شايفين شكل المخدة وشكل الخداديات. يعني محدش يتخيل ان دي طقم معمول ومكلفني حوالي 200 جنيه بس، من كله اجمالي كله. شايفين الجمال. طبعا الملايه دي بتتباع ب 500 جنيه علشان انت تقدري تعمليها وتجيبيها. طبعا القماشه هي اختلفت، لان انا جبتها من قماش الفضلات اللي هو بيتباع بالكيلو. فالملايه عملت حوالي كيلو ونص، اللي هي في الاخر عملت اجمالي حوالي 5 متر، تمام كده. وبمنتهى السهوله قدرنا نفصلها مع بعض. وعايزه اوريكم كمان من شكل الكورنيش تحفه. وهنا بقى بصوا شكل الملايه من قدام. طبعا انا عملت الكورنيش اهو، بصوا شايفينه متحرك يعني كانه طبقتين. شايفين الشكل النهائي تحفه جدا جدا، يعني يمكن الكاميرا ظلماها. وطبعا شكل الخداديات مع المخدات كله ده عامل دويتو جميل قوي. وطبعا اللي بيميز الملايه دي، طبعا الجاهزه مش هيقدروا يعملوا كده، ان انا اديتها شويه كسر بسيطه كده وزودتها من على الحرف ده والحرف ده. فطبعا الملايه عملت طبقتين اهو، الطبقتين دول طبعا بتريح الملايه وما تخليهاش تبقى مشدوده زي الملايات الجاهزه. دي معموله باتقان وببراحه الايه الواسع اللي احنا بنحبه نعمله في بيوتنا. طبعا الملايه بتتكلم عن نفسها، وبالظبط خدت مني ساعه قص وساعه خياطه. ودلوقتي اقدر اوريكم تحفه فنيه كلفتني 200 جنيه وهي في الاصل بتتباع ب 550. يعني ساعات في ناس بتبيعها ب 500 وفي ناس بتبيعها ب 550. انا حاولت ان انا اجيب لبنتي الوان تانية، قالت لي لا انا عايزه الازرق وعملتها معاكم. وقلت خلاص بقى انا امتلك الحمراء. واتمنى الفكره تعجبكم وتشتركوا في قناتي، واشوفكم بخير في الفيديو القادم.